بالضباط أقيم حفل تعيين أول فوج من المسؤولين القضائيين بعد تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويتكون من 19 مسؤولا من بينهم رؤساء محاكم استئنافية وابتدائية ووكلاء عمون ووكلاء الملك. ويأتي هذا اللقاء الذي نظمته محكمة النقد في إطار التأسيس لمرحلة جديدة من مراحل تدبير الشأن القضائي وترسيخ الدلالة العميقة والمعنى الحقيقي لاستقلال السلطة القضائية، بما يقتضيه تفعيل دستور 2011 واستكمال لبنات إصلاح منظومة العدالة من خلال الدور المحوري للمسؤول القضائي، والذي يعتبر رقيبا على حسن تطبيق القانون وسلامة الإجراءات والعين الساهرة على مبادئ العدالة والإنصاف. اليوم كنظم واحد الحفل اللي نقدموا فيه المسؤولين القضائيين الجدد. هذا تقرير تأسس لأول مرة لتعريف هذا القوة المسؤولية للناس اللي تقلدوا المسؤولية، الناس اللي تقلدوا المسؤولية في القضائية في بعض المناصب، القضائية. وهذا الشيء جاء بطبيعة الحال بناء على الموافقة المولودة السامية ديال صاحب جلالة نصره الله اللي هو رئيس المجلس على السلطة القضائية. وهذا التقرير إن شاء الله غادي نكرسوه في المناسبات القادمة إن شاء الله، باش يتعرفوا هاد المسؤولين القضائيين على مستوى يعرفوا الرأي العام ويعرفوا كذلك وسائل الإعلام، وتكون واحد الإشعاع بالنسبة لهم. وفي إطار تجويد عمل المحاكم ورفع من شفافية ونجاعة إدارتها، تم تطوير عدة تطبيقات تهم تطبيقية التعيين الاعتباطي للقاضي المقرر بطلب من المسؤولين القضائيين عن المحاكم، وتطبيقية صناديق المحاكم التي تقوم باحتساب الرسوم واستصدار وصولات ومسك سجلات إلكترونية، مما يساهم في تحسين المراقبة مركزيا والحد من اكتضاض وطول انتظار هيئات الدفاع والمتقاضين، إلى جانب تطبيقية المساعدة على اتخاذ القرار والموضوعة رهن إشارة المسؤولين القضائيين بهدف تتبع العمل اليومي للقضايا والإجراءات عبر لوائح قيادة ومؤشرات إحصائية.